السلام عليكم، معكم فنانة الشعبية زهرة فرح. كنشكر اشواق راه كاينه نايضه، اشواق كاينه سهره زوينه، حفل زوين بمناسبه الاسبوع ديال الاخت غزلان والاخ عبدو التيجر بالبنيه ديالهم سحر. وكنشكر لطيفه وكنقول لها الله يكمل بالخير في هذا الحفل اللي حاضرين فيه كاع الفنانه وجميع الاحباب، وانا فرحانه بالحضور ديالي معاهم وكنشكرهم الله يكمل بالخير. على ديك الحقيقه نيدي على بزاف ديال المشاكل العقل. شوف، كل واحد اللي عنده شي وليد ولا عنده شي بنيه بغى يفرح بها، علاش لا؟ يعني ماشي كيزيدوا في القياس، كيفاش القياس؟ واش غادي نقول لكل واحد وكيفاش؟ كاين اللي مسكين ما عندوش، ما يقدرش يدير، كاين اللي عنده زعما يدير عادي. انا ما درتش، انا درت العقيقه لولادي ولكن درتها في سكوت، درتها في سكوت، ما درت حتى شي حاجه صراحه. جبت فقيه جا للدار قرا شويه القران وهذا وذبحت لولادي وصافي. يعني ما الناس كيفرقوا في هذا الشيء، كيبيعوا الفلوس على الاخر. واش غنقول لك؟ كل واحد، ما نقدرش انا خويا، ما نقدرش نعاتب حتى شي واحد زعما اللي قد على شي حاجه يديرها. راك عرفتي الوقت كيفاش ولات، كل شيء تبدل وكل شيء. اللي بغى يفرح بوليداته علاش لا؟ اللي عنده يفرح، واللي ما عندوش ليه الله زعما ماشي. واش غادي نقول لك؟ انا راه جيت من كنت كنتفرج، كنا بغينا ولكن ما كرهناش، ولكن لعب المنتخب المغربي، لعب زعما الدراري لعبوا الله يعطيهم الصحه، ولكن مع الحظ راك تعرف هذه كوره بروح رياضيا نقبلوا، ما كاين حتى شي مشكل. ان شاء الله باقي الخير لقدام، ماشي مشكل. واخا خسرنا حنا راه ما خسرناش، المغرب ديما قوي، ان شاء الله ديما قوي. كريم الجمهور ديالك. كنشكر الجمهور ديالي خارج المغرب وداخل المغرب، وتحيه للجاليه المغربيه واحد واحد، وما نسى حتى واحد مع زهرة فرح. الجديد ديالي خرج واحد لاشونسو ديال وليدي غاب. الام كتكلم على الولد ديالها، حرق ما بقاش جا وكتسنى فيه، راه خارج في الاسواق ونتمنى يعجب الجمهور الكريم. على ذكر الحريق والغياب، كيفاش غادي اللي تارد باش غادي تهامي بنادي فراسي و خويا انا كأم زعما الله يبين الحق لهذيك الأم مسكينة، الله يطفي النار ديالها والله يبين حقها. هذا ما كان خويا عبدو التيكر حمدو يا رحمن. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.